بقول لك ايه يا عالم؟ ايه قول يا صاحبي والله بالله عليك اللي ازاي الكريد السودا دي بقت ب 12000 جنيه دلوقتي وانا معيش فلوس، عايزها ب 100 جنيه بالله عليك. معكش تاخد فلوس يعني؟ لا انا عايزها ب 100 جنيه بالله عليك. صوتك يا ابني اهو معايا والله. بص معاي. بقى لو عملت لك الكريد السودا هي ده مش الازاي الاوريجينال، بس الكريد السودا دي لو عملتها لك بارخص ثمن ب 100 جنيه بس هتعمل لي كام لايك؟ 100000 لايك يا عالم. اعملوا لايك يا جدعان وحركه الاكسبلور. مش خالص يا جدعان. بص بقى هنروح لاي واحد بتاع برفانات نقول له كريد ايفنتوس 12 جرام، كريت ايفنتوس 12 جرام، وكريت سيلفر ماونتن ووتر 8 جرام. بقول لك ايه، اقسم لك بالله البرفان ده من الحاجات العظمه اللي هتشرب التاريخ. ايش يا تاريخ ايش يا زمان على الميكس اللي انا عامله لك ده بجد والله. المكان بتاعنا اسكندريه محطه الرمل شارع الشهداء، محل علامة العطور، مستني كل اخواتي وعاملين عرض يا جماعه ب 100 بدل 600. بيشقط نسوان ده على مين؟ اه والله العظيم بالله عليك ده الشركه عاملاه اساسا اللي هو يشقط نسوان. تمام، واحد اخوات في الدنيا اقول لك.